هاي بنات دلوقتي هوريكوا ازاي تغيروا موبايلكم الايفون 6. هبتدي معاكم من الصفر خالص او من الاول يعني ماشي. ده اسم البرنامج. هنخش هنكتب كده كلين بعد كده نكتب يو اي وهو ده الشكل. اوكي تثبيت. بصوا انا هستناه يحمل وبعد كده اجيلكوا تاني. يلا استنوا. ادينا رجعت لكم يا بنات. وادي الايه البرنامج اتثبت ماشي. بعد ما يتثبت هندوس على اللي هي الايقونه اللي هي بتنزلك بتوديك الشاشه الرئيسيه من الاخر. بس كده هيجي لك كل البرامج اللي عندك عشان تغير الشاشه. انا منزله كل دول هبوريكم الفيديوهات ثواني بس. فهنختار البرنامج وندوس عليه دوما. ما تخافوش هوريكم ازاي ترجعوه في اخر الفيديو دوما. اوكي ثواني. ثواني بس يا بنات معلش اهو. ايه رايكم بقى؟ مش ده ايفون 6؟ مش ده ايفون 6؟ تعالوا بقى اوريكم ازاي ترجعوه تاني عشان محدش يقول لي انت بوظتي الجهاز انت مش عارف ايه انت مش عارف ايه. هنخش على الاعدادات. اوكي هنروح للشاشة الرئيسية اللي عندك. هنختار بقى اي حاجة احنا عايزينها. فانا ممكن اختار مثلا اي حاجة من برامج الشاشة اللي عندي او ايه النظام الاصلي. اطلع كده تاني لما يجيب لي مش عارف ايه هدوس داون بس. وكده انا بقى ايه عملت لكو عملت ليا ولا عليا. يلا باي اشوفكم في فيديو تاني.